ولسه مكملين معاكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر. خلال الأيام اللي فاتت والأسابيع اللي فاتت كان في انتعاشة ملحوظة شهدتها المقاصد السياحية المصرية، سواء من السياحة الخارجية أو السياحة الداخلية، ومع هدية السيد الرئيس في أجازة العيد زاد الإقبال على قطاع السياحة بشكل عام. هل ده هيعوض أثار عام كورونا؟ ده اللي هنتعرف عليه من الأستاذ هشام الشاعر، عضو لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت أو غرف المنشآت الفندقية. صباح الخير يا أستاذ هشام. صباح الخير يا أستاذ أحمد، صباح الخير على بسنت والسادة المشاهدين جميعا. صباح الخير على حضرتك. يعني في البداية كده عاوزين نعرف من حضرتك أو تقيم لنا وضع السياحة ما قبل يعني الأسبوع الخاص بأجازة العيد. هو نقدر نقول إن الحمد لله ابتدت السياحة لحد ما تتعافى بإذن الله. إحنا عندنا دلوقتي حجوزات من شرق أوروبا بالكامل، وعندنا حجوزات من الدول العربية خاصة من السعودية والأردن والكويت والإمارات، فالحمد لله ابتدت الحركة لحد ما تنتعش. يعني حابين نعرف من حضرتك كمان عن الإقبال العربي أو عربيا على المقاصد السياحية المصرية، وهي أكثر البلدان إقبالا خلال الموسم الحالي. أكثر البلدان إقبالا إلى الآن هي المملكة العربية السعودية، ثم يليها الأردن، ثم الكويت والإمارات. أوكي. طيب نقدر نقول إننا في طريقنا للتعافي من أثار أزمة كورونا، يعني أكيد الكل عارف إن في العام الأول لفيروس كورونا كان في إغلاق تام لكل المنشآت السياحية. هل خلال الفترة دي بدأنا نتعافى ونعوض الأثار اللي يعني تكبدها قطاع السياحة بشكل عام خلال هذه الفترة؟ نقدر نقول الحمد لله هي ابتدت فعلا في التعافي. نتمنى ان يستمر هذا التعافي خلال فتره الصيف بالكامل. طبعا ده اكيد هيعوض جزء كبير مما فقد خلال السنه اللي فاتت، لان السنه اللي فاتت كانت كارثيه على مجال السياحه. انما الحمد لله بعوده السياحه العربيه والسياحه الداخليه اللي هي انتعشت لحد ما، ونتمنى رجوع اسواق اخرى. عندنا السوق الروسي بيمثل كان حوالي 25% من دخل السياحه، لو رجع هيبقى عندنا الحمد لله نسب إقبال عالية إن شاء الله. إن شاء الله. يعني حضرتك مصر طبعا وضعت إجراءات احترازية بمعايير دولية ضد فيروس كورونا، وطبعا كان في خطة شاملة لتطعيم العاملين بالمجال السياحي. المقاومات التانية والإجراءات اللي أخذتها مصر وخلتنا مقصد سياحي موثوق فيه؟ هي طبعا أهم شيء كان هو فعلا اللقاح. احنا النهارده لقحنا تقريبا 100% من العاملين بالسياحه بالغردقه وبجنوب سيناء، بالبحر الاحمر وجنوب سيناء، وده عطى مردود ايجابي في الخارج. زائد ان احنا الحمد لله بقى لنا اكثر من سنه دلوقتي في اعاده تشغيل الفنادق، ولم نلاحظ حاله واحده كورونا ظهرت من الفنادق الحمد لله. يعني ما جاتلناش اي شكوى من اي فندق ان حصل فيه حالات كورونا، فده في حد ذاته مؤشر ايجابي. زائد الحملات الترويجيه اللي هي بنعملها دلوقتي الحمد لله يعني جايبه مردود ايجابي، خصوصا في الدول العربيه. الاحترازيه، الحاجات الاحترازيه احنا حضرتك من ساعه ما فتحنا لحد دلوقتي واحنا ما زلنا مواظبين عليها بشكل تام في جميع الفنادق المصريه. طيب احنا بنتكلم على فكره او نسبه الاشغال الفندقي، الغرف الفندقيه في الفنادق وصلت ل 75% اعتقد دلوقتي، او رفعت ل 75%. نسبه الاشغال الحاليه اللي متواجده في الفنادق بتقدر بقد ايه؟ يعني باعتبار ان حضرتك عضو لجنه تيسير اعمال غرفه المنشات الفندقيه. هو حضرتك النسبه اللي مصرحه بها الحكومه هي حوالي 70% دلوقتي. نعم. احنا عندنا نسب اشغال في الغردقه تتعدى 90%، وفي شرم الشيخ حوالي 80% طبعا، والساحل الشمالي برضو تتعدى 90%، ودي نسبه معقوله جدا جدا جدا. النسبه دي كانت عامله ازاي قبل يعني او خلال الفتره الخاصه ببعد رجوعنا من العام الاول لفيروس كورونا؟ يعني لو هنقارن ما بين بدايه الرجوع والوقت الحالي، في زيادة على الأقل 50-60% في السياحة. عما كانت يعني قبل كده بشوية. شايفين دلوقتي كمان مرسى علم مقصد سياحي لدول كتير في أوروبا زي بولندا والتشيك وغيرهم. يعني كلمنا أكتر عن مرسى علم، وليه الدول دي دلوقتي ابتدت تختارها كمقصد سياحي؟ لأن هي مرسى علم برضو تقع في البحر الأحمر اللي هي دخلت في نطاق التطعيم، وهي منطقة طبعا جاذبة للغوص
دي طبعا مرسى علم دي من اجمل المناطق في مصر، وهي منطقه محدوده فطبعا عليها اقبال الحمد لله شديد، هي والغردقه على فكره مش مرسى علم فقط، الغردقه كمان عليها اقبال كويس جدا الحمد لله. هل في زائرين كمان من السياح كتير الفتره دي على المتاحف، بالذات طبعا ان في اعاده ترميم وفتح متاحف جديده، حابه اعرف النسبه قد ايه دلوقتي؟ لا ما عنديش نسبه معينه، انما طبعا كل ما بنفتح اثر جديد او متحف جديد او بنطور في المتاحف طبعا بتزيد نسبه الاقبال عليه. هي السياحه الثقافيه لحد دلوقتي لسه ما رجعتش لمعدلاتها ان احنا نتمناها يعني، انما ان شاء الله لما ترجع طبعا كل ده هيشتغل بنسبه كبيره جدا جدا. السياحه الثقافيه بتتمثل في ايه تحديدا في مصر او ابرز المعالم ليها؟ لو هناخد طبعا القاهره بمعالمها كلها، نعم، الاقصر واسوان، القاهره التاريخيه طبعًا. نعم المناطق التاريخيه طبعا، نعم، الاقصر واسوان طبعا، ده يعني الاقصر فيها زي ما بيقولوا تلت اثار العالم، فطبعا لما تنتعش الحاله هناك هتبقى يعني حاجه جميله ان شاء الله، ونتمناها بالنسبه للاقصر واسوان بالذات، لان هناك الحاله يعني لحد ما مش جيده. نعم. شايفين برضو انتعاشة يعني في السياحة الداخلية، يعني حابة أعرف من حضرتك هل الكورونا غيرت في بعض العادات يعني للزائر المصري؟ لحد كبير الحمد لله ابتدت فعلا معظم الناس المرتادي للفنادق ان هم يتعودوا، وبنطلب منهم مزيد من التعاون مع القائمين بالعمل داخل الفنادق، لان السياحه الداخليه دي ممكن تمثل نسبه كويسه جدا من السياحه طول العام. هي مشكله السائح المصري فقط انه ما بيطلعش الاماكن السياحيه الا في اوقات محدده، العيد والعيد وشم النسيم واجازه نص السنه. نتمنى ان السياسه دي تتغير شويه ويبدلوا في الاجازات بتاعت نص السنه بالذات ما بين المحافظات، بحيث انها تبقى سياحه مستديمه طول العام. طب انا عندي في مصر على فكره، يا فندم اتفضل يا فندم اتفضل مع حضرتك. انا عندي في مصر على فكره اكثر من 10 مليون سائح داخلي، بس معظمهم بيبقوا مش سياحه فنادق على قد ما هم سياحه الشواطئ والحاجات دي، الساحل الشمالي شفيه حضرتك، بورسعيد، اسماعيليه، الاماكن دي مليانه طبعا، احنا مهملين هذا الجانب كتعداد، انما هو طبعا بيمثل نسبه كبيره جدا جدا جدا. يعني هي نسبه كبيره زي ما حضرتك ذكرت، بس احنا لسه برضو بنتكلم في 10 مليون مواطن من تعداد سكان 100 مليون، فدي نسبه قليله. يعني بنتمنى تشجيع السياحه الداخليه من المصريين اكتر واكتر، لان مصر فيها اماكن كتير قوي تستحق فعلا النظر بعين الاهتمام ليها ومشاهدتها والاستمتاع بيها عن السياحه الخارجيه اللي موجوده او اللي بتعتبر مقصد جذب للسياح المصريين او المصريين في الخارج او اليها. يعني كنت معنا طبعاً هاتفيا الاستاذ هشام الشاعر. لحظه بس عايز اقول حاجه لو سمحت يعني للساده المشاهدين، اتمنى من الساده المشاهدين اللي يحب يطلع الرحله السياحيه للفندق انه يحجز عن طريق شركه سياحيه مرخص لها من وزاره السياحه، وما يلجاش الى الشركات الوهميه يا فندم، لان الشركات الوهميه ممكن تعمل مشاكل معاه، انما لو شركه من اللي هم مقيدين داخل شركه السياحه وغرفه شركات السياحه قطعا هيقدر يستفيد اكتر اكتر، وهيبقى في مأمن من اي عمليه نصب او حاجه زي كده. ده اكيد، وانا بضم صوتي لصوت حضرتك، وبن يعني نوجه عنايه الساده المشاهدين، يعني اذا كنت ترغب في الاستمتاع باي رحله داخليه لابد ان يكون ذلك من خلال الشركات المرخصه قانونا والتابعه لوزاره السياحة والأثار. كنت معنا عبر تقنية زوم الأستاذ هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية. شكرا لك.